هو طبيب بارز ومختص وطني لا يعرف التسوية على حساب وطنه. يجاهر بخطاب سياسي وطني واضح المعالم فحصد ثقة اللبنانيين وتقديرهم. هو بحد ذاته مدرسة إنسانية خافقة بالقيم وعلامة فارقة في مسار العمل السياسي ومثال يحتذى من وجدان الناس إلى ميادين الحياة. هو رمز الكفاءة المستمرة والجدارة الدائمة وعنوان الاستقامة التامة ونموذج الطبيب الصالح المتسلح بالعلم والخبرة والحامل قيم الأخلاق والإنسانية والمتزود بالضمير والمهنية العالية معا. إنه كشمس لبنان الساطعة ينير حكمة وعلما يلف بإشعاعه دون ما تمييز أو تفضيل، وهو كالنبع المتدفق عطاء وعلما غريزين لا يسأل أبدا عن هوية وجنسية قاصده ليملأ ظمأه من مناهل المعرفة. وهو الإنسان لكل إنسان والباني المقدام لخير الشعوب ورغادة الأوطان. إنه الدكتور مصطفى علوش، نائب رئيس تيار المستقبل، طبيب والسياسي المعتبر والنائب الذي ترك علامة فارقة في الحياة العامة اللبنانية. حلق عاليا في فضاءات العمل السياسي المجيد والنضال الوطني اللاطائفي، وكذلك في مجال الدعم المتواصل بالموقف والرأي للمستضعفين والمظلومين والثوار في شتى أصقاع أمته العربية. ويبقى أن نقول الدكتور مصطفى علوش هو نموذج شبابي في العمل السياسي ومدرسة للثقافة الطبية والسياسية، منارة يهتدي بها جيل الشباب الباحث عن لبنان الحرية ولبنان التطور والازدهار. هي شعلة متوقدة تخفق بالذكاء والعنفوان، وفارس يمتطي مسافات الطموح ويعبر واثق الخطوة من وجدان الناس إلى مسارح الوطن. وهو إلى ذلك محاور نادر وصاحب حجة دامغة لا يدانيه فيها أحد.